كابتن خالد محمود المدير الفني لفريق مصر المقاصه، نقول لك النهارده مبروك على الفوز ببطوله الدوري العام للمره الرابعه على التوالي بفارق 10 نقاط عن فريق 100 عقبه الاقرب للمنافسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ده مجهود اداره، مجهود جهاز فني، مجهود لعيبه. الحمد لله بقى لنا 4 سنين حتى البطوله الدوليه اول عالم في الكويت، الحمد لله الحمد لله، رابع قارات في البرازيل. فالحمد لله هم ماشيين على اسس معينه، واحنا الفرقه الوحيده اللي بتدي مقدم عقد، الفرقه الوحيده اللي مستحقات اللعيبه بتيجي من الالف للياء، ما فيش فلوس بتروح عليهم. فالحمد لله منظومه كلها متكامله. فالحمد لله. رايك في لعبه كره الصالات وشايف ان هي واخده حقها اعلاميا؟ لا والله، احنا لما بنسافر الكويت ولا بنسافر البرازيل ولا بنسافر كان عندنا بطوله ثانيه في الامارات، الحمد لله الفرقه دي واخده حقها اعلاميا بره مصر، انما جوه مصر مش واخده حقها، اللعبه كلها مش واخده حقها، ما فيش اذاعه ماتشات، الناس ما تعرفش ايه هي الخماس قانون كره الصالات ايه. فلا لا، اتحاد الكوره بعيد كل البعد عن كره الصالات. ايه اللي بتتمناه الفتره القادمه مع فريق مصر المقاصه؟ والله يعني حته الدوري العام دي ان شاء الله بنبقى حاسمينها. الحمد لله الحمد لله، عندنا احسن لعيبه في مصر، اكتر من 8 9 لعيبه منتخب مصر. اللي بتمناه ان عندنا بطوله دوليه في دبي ان شاء الله، بطوله العالم في 12/8، بتمنى احققها زي ما حققتها 2013. لكن الموضوع صعب، مستوى اللعيب كره الصالات في مصر ابتدى يقل بعدم اهتمام دلوقتي، بيفضل كره ال 11 او النجيله عن كره الصالات، لان معظم الفرق ما بتديش فلوس الا المقاصه، فاللعيب اللي ما بيلعبش في المقاصه ما خلاص هروح اي حته ثانيه. شكرا كابتن مهنيك على الدوري وفي الدوري. شكرا 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 لحضرتك، شكرا استاذ. كابتن احمد حسين لاعب فريق مصر المقاصه وكابتن الفريق، نقول لك مبروك على الفوز ببطوله الدوري. الحمد لله رب العالمين، نشكر ربنا الحمد لله. ايه سر تفوق فريق مصر المقاصه يعني مسك الخشب السنه الرابعه على التوالي للفريق يحقق بطوله الدوري؟ والله الحمد لله احنا بنجتهد، معانا اداره محترمه، معانا جهاز فني محترم، كله بيشتغل وكله بيجتهد، والحمد لله النتيجه في الاخر ان احنا ربنا بيكرمنا وبنوصل للهدف اللي احنا عايزينه. بصفتك كابتن فريق مصر المقاصه، عايزين نعرف طموحاتكم بقى الفتره الجايه معاك. احنا طموحاتنا يعني الحمد لله بفضل الله ما لهاش طموح، بمعنى ان احنا بنخش اي بطوله بنركز ان احنا ناخد المركز الاول، فبنجتهد وبنتعب وبندوس على نفسنا على قد ما بنقدر وبنطلع كل اللي عندنا، والتوفيق كله بتاع ربنا، بس احنا بنعمل اللي علينا فيه، بنلعب لاخر حاجه زي ما بيقولوا في الكوره. فالحمد لله يعني اي بطوله بنخشها بنحاول ان احنا ناخدها او نبقى ما نبقاش فيه اسهل، سواء بره بطوله عالميه او سواء بطوله محليه، اي حاجه بنعمل اللي علينا عشان ربنا يكرمنا. بنشكرك يا كابتن مهنيك على الدوري، ربنا يكرمك التوفيق دايما. ربنا يخليك، شكرا. الكابتن باسم رجال مدرب فريق نادي العبد المنهور، النهارده استعداد قوي لفريق مصر المقاصه، شايف ازاي؟ والله السنة اللي فاتت كنا عملنا معاهم ماتش هنا كويس، والماتش طلع ظروف 3-3، كنا احنا احسن يعني في الماتش، كنا نكسب تمام، بس هي الظروف يعني كده. الفرقة دي فيها اهتمام عندهم غير عادي باللعبة، هي تلاقي الدرجة الأولى بالظبط، في اهتمام عادي، في مصاريف، في دعم على طول للفرقة المقاصة، غير نادي المنهور طبعا احنا ما عندناش الدعم، بس احنا بنحاول نعمل الإمكانيات اللي عندنا اللعيبه اللي احنا نقدر نجيبها، لان طبعا هنا ما فيش دعم كله للدرجه الاولى لكره القدم، يعني الملعب الكبير مش الخماس يعني. احنا ان شاء الله ربنا يسهل النهارده نعمل كده كويس يعني. رايك في لعبه كره الصالات وشايف ان هي واخده حقها اعلاميا؟ لا، هي كره الصالات دي لعبه يعني اعلاميا مهضوم حقها، يعني ما فيش خالص مقارنه بينها وبين الملعب الكبير ال 11، لان مفيش اهتمام في مصر بالكره الخماسيه، مع ان ليها بطوله وليها بطوله افريقيا، يعني احنا كنا السنه دي ممكن ناخد بطوله افريقيا، اخذنا الثاني، محسوبه لنا يعني ان احنا ناخد بطوله، دي حاجه كويسه لمصر يعني، بغض النظر ان هي في اهتمام في البلد ولا مفيش، بس حاجه كويسه لمصر ان احنا كنا خدنا بطوله من السنه دي، حاجه كويسه لينا يعني، بس مفيش اهتمام بالكره الخماسيه في مصر خالص يعني. اشكرك يا كابتن باسم، انك كنت في الكابتن نبوي محي الدين المدير الفني لفريق العبد المنهور، استعداد قوي النهارده لمباراه مصر المقاصه، شايف ازاي؟ والله هو ماتش طبعا يمكن اكتر ماتش له اهميه، لان المقاصه طبعا بطل الدوري، وفرقه طبعا من الفرق اللي هي المتصدره، ولازم نكون مستعدين استعداد جيد يعني، وسهل يعني.
يمكن الاسبوع الماضي لقاء مع الاعلاميين انتهى 3-3، كانت مباراه مثيره كانت ممكن ضمنولي يعني هي لصالحه للفوز، شايفها ازاي المباراه؟ والله كنا متقدمين 3-1 وكان فاضل دقيقتين، بس لسوء حظنا يعني الدربكه قدام المرمى كانت كره غيرت اتجاه والماتش انتهى 3-3، بس احنا قدمنا ماتش كان ماتش جميل يعني ماتش الطرفين كويس. ايه اللي بتطلبه الفتره الجايه من المسؤولين في نادي دمنهور لدعم فريق كره الصالات؟ والله مطلوبه الرعايه اكتر من كده، وكره الصالات كره جميله ولازم عاوز اهتمام اكتر من كده من المسؤولين في النادي والمسؤولين في اتحاد الكره، ولازم اللعبه دي تنتشر ازيد من كده، لان في دوري اوروبا اللعبه رقم 2 الخماسي في كره القدم كره الصالات، وعاوزين دعم يعني معنوي ومادي كل حاجه من النادي المستقبلي ان شاء الله. مش كابتن ابراهيم ايكا مره ثانيه، اسلام شلبي، اسلام عايز يعدي، اسلام بيعدي وعايز يسدد، يسدد كويس، والهدف الاول هدف جميل وهدف رائع من اللاعب اسلام شلبي لاعب مصر المقاصه، ينجح في التقدم لفريق مصر المقاصه بالهدف الاول 17 دقيقه. اللاعب احمد حسين مره ثانيه بيسدد تسديده قويه، هدف الثاني بيسجله رمضان غريب، رمضان غريب بيطلق تصويبه قويه بيسجل بيها ثاني اهداف المباراه 2-0 لفريق مصر. مره ثانيه ابراهيم ايكا الاماميه عند عبد الرحمن عيد بالكعب، جميله يا ولد، بيسدد تسديده قويه اللاعب احمد حسين علي بيسجل هدف ثالث، كره اتعملت جميله بالكعب كده من اللاعب عبد الرحمن عيد للاعب اللي لسه نازل احمد حسين كابتن فريق مصر المقاصه، بينجح في تسجيل هدف ثالث لضربه ركنيه. مره ثانيه التسديده خالد مارادونا والهدف الاول لدمنهور، جول جول جول، هدف اول خالد مارادونا لاعب فريق العاب دمنهور ولاعب منتخب مصر، بينجح في احراز هدف اول خالد. الاماميه عند محمد مصطفى، مره ثانيه عمرو عشبه يسدد الثاني، عمرو عشبه يا ولد هدف جميل وهدف قوي يحرزه اللاعب عمرو عشبه، عمرو عشبه رقم 13 بينجح في تسجيل هدف ثاني لصالح العاب في نص الملعب. مره ثانيه البنيه المقطوعه، كره اماميه داخل منطقه الجزاء والهدف، الهدف الرابع 4-2 لفريق مصر المقاصه، كورة كده اتعملت في الشباك الخالية زي ما من داخل صالة استاد دمنهور، نجح فريق مصر المقاصة بطل الدوري في الفوز على فريق دمنهور بأربع أهداف مقابل هدفين. كان معكم من داخل الصالة أحمد الجمال ومنصور شرف لأصل الكورة قناة NTC.